اليوم ما راح اطول عليكم، بس القضيه جدا مهمه حتى نحكي بها. حاليا انا متواجد امام مجلس محافظه كربلاء. العشرات من الطلبات اللي تقدم يوميا لرئاسه المجلس ونائب رئيس مجلس والتشكيله الجديده اللي صارت داخل مجلس محافظه كربلاء والحكومه المحليه. المرضى يراجعون، اصحاب الطلبات يراجعون، مواطنين يراجعون، كل هاي الطلبات تركن. والكثير من الجلسات اللي صارت او بعض من عندها هي هدفها نفعي على حساب المواطن. اليوم الموضوع اللي احب اقوله موضوع جدا مهم، انه المجلس بالجلسه الاعتياديه مالته يوم الثلاثاء صوتوا على نثريه. كل عضو مليون والرئيس والنائب الرئيس 5. زين انتم من تصوتون على فلوس الكم، يقولون المجلس يمر بازمه، الحكومه المحليه تمر بازمه، ما عدنا نصرف، ما عدنا نعمر، لا عاد هاي النثريه من صوتوها وتخلوها لكم حلال، والمواطن اللي ما عنده ياكل حرام، الرواتب المتعطله مال اصحاب العقود اللي ما تصرف، ليش ما تصوتون عليها من الموازنه تعطوهم؟ رواتب عمال التنظيف، عمال التجيير، كل ذولا بدون رواتب، كل واحد صار له 4 أشهر وخمسة اشهر، ليش ما تسوون جلسه استثنائيه وتصوتوا لهم حتصرفون رواتبهم؟ يعني شنو فرقكم على مجلس النواب العراقي من يصوت ويسوون مخصصات وقطع اراضي؟ ارباحها كل شيء ما عندكم، تصوتون على مود تصوتون على نثريه؟ يسوون يصوتون على نثريه كل واحد 1.5 مليون، بقيه الاعضاء على 5. ما اعرف اذا هو الجهه الرقابيه هيك تسوي، وين نروح نشتكي؟ لمن نوصل صوتنا؟ ما حد ما يدري. اتمنى هاي الرساله توصل للجهه الاعلى من عندكم، حتى تجي تراقبكم اللي هو مجلس النواب. وشنو تحكون لنا شنو الاليه اللي صوتوا بها مال النثريه؟ مال شنو هاي النثريه اللي اخذتوها؟ ما عندكم رواتب؟ قامت ايديكم؟ ما عندكم تشترون؟ بنزين خلصتوا؟ فهمونا، عندي اعرف هاي النثريه لمن؟